يا اصحاب فيديو جديد وحلقه جديده من عالم توم وجيري. النهارده هنلعب جي تي اي ودلوقتي يلا بينا نبدا. انا وندر وومن وندر فول وومن، بس عندي مشكله بصراحه. انا بدور على الحبل الخارق المضيء بتاعي اللي بيساعدني في اعمالي السحريه. انا هركب المركب الصغير دوت واحاول ادور عليه، يمكن الاقيه. حاول، مش عارف حتى المركب مش راضي يمشي. طب وانا هلاقيه في الميه بالذمه يعني؟ بس معلش اي حاجه، بحاول برضو. موتوا 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 سكني، موتوا 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 سكني، موتوا 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 سكني، موتوا موتوا موتوا. انا بطير انا بطير، انا هنزل فين انا دلوقتي؟ اوه، نزلت في حتة غريبة كده مش فاهماها. شاطئ، دور هنا، اقول هلاقيه هنا. ايه، دخل في الرملة ولا ايه؟ احتمال. طب هو اصلا مين خده مني؟ مين سرقه مني؟ مشكلة بصراحة بقى، انا ما بحبش حاجات تضيع مني، وده اهم شيء. اطير شوية يمكن الاقيه كده طاير في الجو ولا حاجة، أو واقع فوق أي سطح من أسطح المنازل ديت، واستمتع شوية هدي أعصابي برضو. الله، يوم جميل، متعة بلا حدود. أنا هنزل هنا أدور عليه المكان الكبير ده. ظهري اتكسر. معلش انا خارقه برضو، شايفيني بتشقلب ازاي؟ طلع السلم. ياكو حد يجري ورايا، مش عايز حد يجي ورايا. سيبوني ادور على الحزام الخارق بتاعي. واو، انا هنزل في المكان دوت بعد الطيران، وانا عماله اطير ليه كده بقى وانا تعبانه اصلا؟ خلاص القوه الخارقه طلعت عليا دلوقتي، والقوة الخارقة بتاعتي دي مش عارفة تلاقي حتة الحزام المضيء. ماشي يلا، ادينا بندور. ايه المكان الغريب اللي انا فيه ده؟ كله حاجات غريبة كده، دهاليز كده ومواسير وحاجات مخيفة، وانا لوحدي كمان محدش معايا. يا ربي القوة الخارقة فين؟ هي جت، شايفيني وانا بطير فوق البحر؟ يا سلام عليا. هنط نطة شقية دلوقتي. واو، نطة شقية فعلا على ظهري على طول. حسبي يا عربية بقى، انا خارقة على فكرة، ممكن اكسرك. واو، شايفين العربية وقفت لي ازاي وانا وقفت فوقيها؟ عادي جدا مفيش مشاكل، بس هما بيخافوا مني. ماشي. نط يا وندر بسرعة، يلا بسرعة بسرعة. يلا أنا هركب بقى العربية دي، شايفني أرمي الراجل واركب، أنا خارقة لازم يخافوا مني، وأروح أدور على الحزام الناري. حزام الناري إيه؟ حزام المضيء الخارق بتاعي، الحزام الناري ده، وأروح عند صحابي توم وجيري يمكن يساعدوني يلاقوا معايا الحزام الخارق بتاعي. بصراحة اليوم ملخبط النهاردة، وأنا مش مبسوطة، مش عارفة أعمل أعمالي الخارقة القوية السحرية كمان، بس معلش يمكن ألاقيهم هنا في المطاف أكيد، لأن أنا دورت عليهم في حتت كتير مش لاقياهم. يا توم يا جيري، يا توم أين أنتم يا أصحابي؟ ساعدوني في مهمتي. عمال أدور عليه. يوم جميل جدا يا تام تيم، يوم جميل جدا يا تام تيم. أيوة يوم جميل جدا يا جيري، بس أنا كنت هسافر أستراليا صح؟ أيوة أستراليا بقى، ونبربط في البحر، و وندر وومن باين عليها عندها مشكلة.
بقى يعني حتى يوم لما نسافر ويبقى في مشكلة مالكش يا ستي زعلانة ليه؟ ازيكم؟ ازيك يا وندر وومن عاملة ايه؟ انا وندر فول وومن. طب مالك في ايه؟ الخارقة. في ايه طيب؟ بس حزامها ضايع. حزامك ضايع؟ ايوة الحزام الخارق المضيء بتاعي مش لقياه. الحزام؟ ازاي مش لقياه؟ هو حزام ولا حبل؟ انا مش فاهم. لا حزام بجد؟ اوكي ايوة. ايه في ايه يا جيري؟ في ايه المشكلة؟ ايه مش لاقية الحبل او الحزام بتاعها الخارق المضيء. طب بصي انا عندي فكرة، احنا نجيب الجبنة وجبنة شيدر ونكورها ونعملها حبل ونحط جواها لومز ليد وتبقى حبل خارق مضيء. ده كده حبل ناري مضيء. ليه؟ حبل كهربائي مضيء. ليه ده بالجبنة؟ يا جيري بقى ما ينفعش كده. طب ايه الحل طيب؟ انتي المفروض أنا... جاية عشان احنا اللي نحل صح؟ انا جايلكم تساعدوني مش تتريقوا عليا. طيب بصي يا وندر وومن، احنا هنروح عند خبير الحاجات الضايعة، ايه رأيك؟ اللي هو مين ده؟ بصراحة مش عارف. بصوا يا اصحابي اكتبوا تحت في الكومنتات مين يا ترى، حاولوا تعرفوا مين يا ترى هو خبير الحاجات الضايعة. ماشي يلا يا جيري تعالى. انا جاي. طيب خلاص ما احنا عارفين انت جاي، يلا تعالى هنركب المنطاد. اول ما عارف حينش اركب منطاد. وندر وومن انا مش خايفة، انا متعودة على الطيران. ايوه بس ركبتي منطاد قبل كده في حياتك؟ لا بس عادي ما بيفرقش معايا الطيران في الهوا. اركب يا دودو يلا. انا ما اسميش دودو، انا اسمي جيري او نيان نيان يا لقبي الاعظم. انت تقعدوا تتخانقوا بقى. محدش يقول لي دودو ماشي؟ اللي هيقول لي دودو هجيب له دود ياكله. يا جيري مش وقته. احنا وصلنا عند المكان دلوقتي المفروض هنقابل فيه الخبير بتاع الحاجات الضايعه. ماشي اوكي. انتي متاكده يا وندر وومن ان هو ضايع ولا خبيتيه تحت السرير قبل ما تنامي علشان محدش يعرف يلاقيه؟ انا طايره على طول، اصلا ما عنديش سرير بنام عليه. ايه ازاي؟ انا خارقه. طيب تعالى يا جيري. انا بطير. لا انا لسه مستحمي النهارده وريحتي حلوه، مش عايزه ابوظها بريحه الملح واكون قطه مخلله في الميه المالحه، انا مش عايزه. يا جيري انت فين؟ يلا انزل تعالى. ايه عملتوا ايه؟ انتوا فين؟ احنا هنا. طب انا جايه لكم. استنى انا فوق، انا فوق. طب استنى انا طالع عشان اجيب جيري. ماشي هو كل شويه بقى واحد ينزل واحد يطلع واحد ما يجيش. ايوه انا هو طلعت. انتوا عيال على فكره. طب ما وندر وومن تحت، ما كنت تخليك تحت وانا اللي انزل مثلا. طب انا نزلت اهو يلا تعال انزل ولا ايه بالظبط؟ ولا اطلع له هاتوا بقى. لا 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 انتوا اللي اطلعوا لي. يلا وندر وومن تعالي 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 اطلعي. طب خلاص انا اللي نزل. لا بوظت حمامتي. لا طم المملح. لا انا ما خلل. لا حد معاه شويه خل بس ارشهم عليا بقى مره بقى. ازيكم؟ انا جيري خبير الحاجات الضايعه. ايه جيري؟ ايه جيري انت 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 برضه؟ ايه ده بس انت ملون. ايوه انا ملون لان انا مميز لان انا غريب. ايه ده انت بقيت زي بالظبط، احنا الاثنين شبه بعض. ايه ده الفرق ما بينك وبين جيري الحقيقي؟ انا اللي مش حقيقي. بص انا عماله اغير الواني ازاي عشان انا جيري الحاجات الضايعه، فكل شويه بجيب حاجات مختلفه فعشان كده الواني بتتغير. ايه مشكلتكم؟ احنا انا مشكلتي. الله انت شكلك حلوه قوي. هي دي مشكلتك؟ لا 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 وندر وومن انا اللي عندي المشكله. انا اللي عندي المشكله. ايه مشكلتك يا وندر وومن؟ الحبل او الحزام بتاعي الخارق المضيء ضايع مش لاقيه، ما اعرفش راح فين.
استنوا اعمل ابحاث كده يعني هي متاكد انت يا صغيره تعرف تلاقيهولي. ايوه انا جاري. استنوا اعمل ابحاث يعني هي يعني هي عرفت هو في الموقع الجديد اللي هو بيبني فيه. طب وايه اللي وداه هناك؟ ما انا معرفش بقى، انا خبير حاجات ضايعه لكن مش خبير ايه الحاجات يعني. وقع مني وانا بطير مثلا؟ ممكن. بس انتوا هتروحوا الموقع اللي فيه عماره جديده بتبني، ولا اقول انا جاي معاكم بس؟ ماشي. شكلي حلو قوي، انا شكلي حلو قوي. ايه ده، انت ازاي عملت ديلك كده؟ زيك طبعا يا جيري، انا برضو بكوي بجلجله وبعدين بكوي او العكس. ازاي انت عرفت السخطه السريه بتاعت ديل النينيهات ازاي؟ ما مش احنا النينيهات زي بعض؟ اه يا جماعه بقى كفايه النينيهات بقى، ليه خبير حاجات الضايعه عباره عن جيري زيك؟ استنوني، انتوا هتمشوا وتسيبوني؟ ما تخافش يا جيري ما تخافش. استنوني، لا لا ما تسيبونيش وحيد. يا اركب بسرعه، انتوا اللي مش راضيين تستنوني. هو مين اللي بيسوق بالظبط؟ انا اسف يعني نياني هي، ومش راضي نياني هات يخشوا في العربيه. ايه ده ازاي؟ انتوا ما تعرفوش تسكتوا من غير خناق ابدا. مش معقول كده. ما احنا نياني هات زي بعض. ايوه احنا نياني هات زي بعض. طيب بصي نياني نيا، ايوه نياني نيا، تعالوا نشغل اغاني في العربيه شويه. نيان 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 نيان. يا لو هتموتونا حرام عليكو، حرام عليكو، هنموت مش هنعرف نروح ابدا. طب غير الاغنيه بدل ولا الحبل بتاعي بدل الاغنيه دي، هاتوا اغنيه تانية. طيب موتوا موت موتوا، احنا في العربيه مش في الموتوسيكل ماشي. طب تعالى بابا جيجي، انا بابا جيجي، لا غيروا انا مش عايز. ألبومي جديد أنا دودو، ألبومي جديد أنا دودو، ألبومي جديد نزل يلا كله يسمع. دودو 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 نيا نيا دودو 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 نيا 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 دودو 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 نيا 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 دودو 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 نيا نيا نيا. يا لهوي احنا بنشير 2000 أغنية يا مامي. احنا ليه بالتصوير البطيء؟ احنا وصلنا الموقع ولا ايه؟ بجد؟ ايوه صح. يا رب استر يا رب ننزل بالسلامة. أنا خايف بس حلوة قوي الألبوم بتاعك يا نيان نيا. أيوة شكرا يا نيان نيا. إيه ده إحنا وصلنا الموقع ده بس مفيش أي حبال. إيه ده أنا عليا رينبو إزاي؟ يلا بقى لقلنا بقى الحبل بتاعي، مش أنت قلت إن هو هنا؟ أنا نسيت، ده في الموقع التاني بتاع البنات اللي في المدينة، لكن هنا ده موقع اللي في القرية. الله عليا رينبو، انا لوني ابيض. بصي انا زقتك ازاي وهزق التاني. انا اللي هزقك دلوقتي وهطير بودانك يا مامي. لا وداني حبيبتي، ولا اقولك كمان ممكن بديلك. لا الا ديلي، الا ديلي، ديلي ده حياتي. طب يلا بقى ودينا الموقع التاني. حاضر حاضر حاضر. عشان انت شكلك طلعت مقلب كده. لا 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 مش مقلب، انا ينينيا. ينينيا ايوه ينينيا. طب احنا هنركب حاجه عشان نروح الموقع التاني ده ولا هنمشي على رجلينا ولا هنطير؟ لا امشوا لغايه اما رجلك تتكسر. تكسر رجلك انت؟ لا انا عايزه الجايه الصغيره. بص انا مش واثقه فيك لغايه لما تلاقي لي الحبل. لا 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 ما تلاقيش، ده هيمرمط الدنيا، هاي مرمط الدنيا، ما تقلقوش خالص. ربنا يستر. لا ما تقلقيش، النينيهات مضمونة وجاي معاها ضمان 10 سنين. ليه هو تلاجة؟ لا اصل ايوه وصلنا الموقع التاني. هو ده الموقع التاني عم النينيهات ولا لا؟ وصلنا دلوقتي. ولا اقول لك لا نركب العربيه، مش هو ده الموقع، مش هو ده الموقع، بهزر، ده كان مجرد بيت عجيب بيتبني ماشي. الله يسامحك، انا بقول انا مش مطمنه لك. لا اطمنوا لي، هتشحططنا. جاي معايا ضمان 10 سنين. ثلاجه. حد عايز ياكل لبانه؟ ثلاجه ايه اللي جيني؟ انا من فضلك اديني لبانه اهو. يا جيري بقى كفاية، انتوا هتفضلوا بقى تعملوا لنا بحبح في العربية. ايوه انا غلطانة ان انا سمعت شوية اطفال.
ايه؟ احنا شوية اطفال؟ احنا طب تعرفونيش ولا ايه؟ احنا ايوه ايوه كلمة راحت من بالي. احنا شوية اطفال. لا responsible. احنا adults عيل يعني. بس انتوا ما تعرفونيش انا مين. انا بعرف اسوق من وانا عندي 9 شهور. انا وندر فول الخارق. 9 شهور مش. ايوه انا وندر وومن فول الخارقة. ايه ده احنا بقينا ليه هنا فوق المبنى العجيب ده؟ ايوه اصل انا سحري. انا اسف. فممكن اقلب في اي مكان على مرة واحدة وهقلبكم بالعربية كمان. انا اسف انا اسف معلش. بطني 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 وجعاني. انت على طول كده؟ لا ده جيري التاني. اصل احنا من فصيلة واحدة. احنا كلنا نيانيهات فمعلش. يعني احنا فصيلة واحدة ف بطني وجعاني. يانيانيا ايوان يانيانيا من شغل الالبوم حاضر. نيان يان يعدد دو 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 نيان يان يعدد دو 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 نيان يان يعدد دو 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 نيان يان يا نيان يان يعدد دو 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 نيان يان يعدد دو 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 نيان يان يعدد دو 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 دو. يفضلوا يغنوا وما نوصلش للمكان. لا احنا شغالين الالبوم بتاعي. ما انا فاهمه. انا بقيت مشهور. عارفه انا بكسب كام جنيه؟ جبنا جنيه يعني. بناخد جبن بدل فلوس. انا باخد جبن. جبنه تلاجة. ها ها ها. لا جبنه تلاجة. في جبن كتير في التلاجة. لا انا مش قادره اتحملهم. لا ازاي احنا نينيهات. انا زهقت بقى. احنا انا عايزه اجيب الحبل بتاعي وامشي. ازاي؟ لا هتقولي معانا باي وبعدين هتمشي. ماشي ماشي. اذا احنا طلعنا حاول. ايوه احنا طلعنا. احنا وصلنا بيتكو. عارفين ليه؟ علشان هنبص من التلسكوب بتاعكو نشوف فين الموقع التاني عشان نطمن ان احنا على المسار الصحيح. ماشي يلا بينا نبص. ايوه كده. ايوه فين 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 الموقع فين فين الموقع فين الموقع فين الموقع. ايوه اهو الموقع. اهو يا وندر ويمن. اهو اهو. لا مش هو ده. ايوه اهو. ايوه هي اهو. ايوه لا مش هو ده. ايوه هو فين؟ ايوه هو ده. لا مش هو ده. ايوه ولا هو ده. يس احنا لقيناه. يلا يا وندر وومن تقلقيش. انتوا توهتوني حرام عليكو. لا ما تقلقيش. يلا يلا بينا نروح بسرعه 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 بسرعه. ولا اقول لكم البنا حلوه قوي. يلا احنا وصلنا اهو فين الموقع. ايوه تعالوا نركب عربيه بوليس عشان عربيه البوليس سريعه قوي. ايه ده بجد عربيه البوليس سريعه قوي؟ ايوه انت اول مره تعرفوا يعني ان عربيه البوليس سريعه جدا. ايوه يا متمتم معلش اصلا مش خبير يا متمتم. انا هركب جنب نينيا. اول مره في التاريخ هركب جنب نينيا. زي انتوا اهدى بقى شويه. انت محسسني ان يعني مش عارف انت راكب جنب يونيكورن ولا حاجه عشان تكون منبهر كده. ما تهدوا شويه بقى وتبطلوا رغي. انا ما اتكلمتش من طول الحلقه. خلونا في الكلام المهم بقى. انا ما اتكلمتش من اول الحلقه. انتوا مش حاسين بيا ان انا فقدت الحبل الخارق المضيء بتاعي. انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه. اتفضل قول. بني وجعاني. لما تنزل هضربك. لا مينفعش. وهشد ودانك. لا واطير بيها. لا للتنمر. طب لا لتزهيق الناس. لا انا ما بزهقش الناس. دي طريقتي الطبيعيه. و ابني وقعني. الله المبنى الحلو ده. ما هو ده الموقع. يا بجد يا ايوه يا مش لسه وندر وومن بتقول لكم ما تصدعوناش. طب خلاص هصدعكم. انت بتفهم بالعكس. احتمال. ادينا وصلنا هو يا وندر وومن. يلا انزلي بقى عشان تلاقي الحبل الخارق. لا انت اللي تجيبهولي. انا مش هقعد ادور. انا طب انزلوا معانا كلنا هندور على الحبل. يلا تعالوا. فين؟ اه ايه ده هو الحبل بتاعك غريب كده. حبل ايه؟ مش هو ده. هو انتي بقى انت هتفضلي تقولي لنا مش هو. اه هو ده الحبل بتاعك. ما كانش لونه كده. ما اصفر مضيء يعني اصفر. لكن بيعمل الوان كتير. الوان كتير. حد غير لونه ولا ايه؟ معلش بصي بصي اول ما تست
تعمليه معاها ضمان 50 سنة. يعني وكل حاجة عندك ضمان ضمان ضمان. احنا نشتري ادوات كهربائية. لا اصلا انا بفرش جديد بيتي، فبضمن ان انا جايب افضل الاسعار وافضل الاشياء. ما تقلقيش اهو الحبل بتهج، واعملي اللي انت عايزاه، جيبي الوان جواج واتليه الوان رينبو هتلاقيه بينور الوان. بس ما تقلقيش دلوقتي. دلوقتي شكرا ان انتوا لقيتلي الحبل بتاعي. العفو يا وندر وومن. لا العفو يا وندر وومن. لا العفو يا وندر وومن. معيني نهايه يا ربي يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم زي فيديوهاتنا.